بالنسبة للمشاريع هي حقيقة بتخدم أكثر من قطاع بالمجتمع وبتهم فئات معظم فئات المجتمع. مشاريع خدمية بالدرجة الأولى، نحن هون عم نحاول نقدم لهم استشارات فنية ونوجههم باتجاه إنه هالأفكار هي آمنوا فيها وتبصر النور وتصير تدخل بسوق العمل. هي متنوعة ما بين مجال صحي، مجالات التعليمية، مجالات استخدام الويب، فمجالات جدا متنوعة ومهمة. اسم مشروعنا هو ويب هاوس، يعمل مشروع على فلترة وتصنيف المواقع الإلكترونية على الإنترنت بناء على التصنيفات لها علاقة بالمجال التقني. نحن بنينا الفكرة، عملنا دراسة كاملة على المشروع، بعد ذلك قدمنا المشروع على الجامعة، تم قبوله بالجامعة، بعدين اجينا على حاضنة تقنية المعلومات وصراحة ساعدتنا كثير وقبلنا بالحاضنة. اسم مشروعنا احنا اسمه تيمو ويب، موقع بيقدم خدمة لإنشاء ملف شخصي أو بورتفوليو للمستخدمين. هو بيهدف جميع الأشخاص الذين يريدون تقديم CV لشركات معينة، فأنا بوفر له بهذا الموقع خدمات من غير ما يلجأ للعمليات البرمجية، وأنا وفرت له طريقتين التصميم، إما تصميم بسيط أو تصميم متقدم. إذا مثلا المستخدم ما عنده كتير خبرة بالمواقع والإنترنت فبفوت بتصميم بسيط، بيعبي فورم معين، هذا الفورم هو الموقع بينشئ له الملف الشخصي بشكل دايناميك، بينما تصميم متقدم فهو بيكون شيء متقدم أكثر advanced، يعني هو بصير تولز معين أدوات، هو بحط الأداة اللي بده إياها عن طريق السحب والإفلات وبنسق اللي بده إياه، وبالإضافة إنه آخر شيء بده يحفظ البروجكت تبع المشروع. جينا على حاضنة حتى نقدم فكرة جديدة لمشروع جديد، فمشروعنا هو بيستهدف المكفوفين أو ضعاف البصر أو جمعيات الرعاية إلهم، فهو عبارة عن أداة بتقدم عدة خدمات لهذا المكفوف أو للفئة المستهدفة بحيث إنه يتفاعلوا أكثر مع المجتمع، بحيث إنه تصبح هاي الأداة الأساسية اللي بيعتمدوا عليها. كان دوري أنا تطوير الفكرة ووضع لها رؤية واضحة لحتى تكون تهدف الفكرة، يعني إنه تضم المكفوف للمجتمع بحيث إنه يكون أكثر فاعلية في تسهل أدواته اللي عم يستخدمها سواء تقنية أو شيء صعيد الاتصالات يعني.